أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: متى يكون الجهاد واجبا علينا؟ يكون الجهاد واجبا إذا حضره، إذا لقيتم فئة فاثبتوا، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فيجب على الأعيان من حضر المعركة، ثانيا من استنفرهم الإمام، ثالثا إذا حصر البلد عدو فإنه يجب على الجميع قتاله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.